اهلا بكم معنا في الفيديو بتاعنا واللي هنتكلم فيه عن البريجابالين. البريجابالين ينتمي لمجموعة ادوية اسمها جابا بنتينويد او جابا انالوج، ومعناها انه هو يعتبر ديريفاتيف للانهيبيتوري نيوروترانسميتر جابا امينو بيوتيريك اسيد او جابا، وده الاستراكشر بتاعه. البريجابالين يعتبر انتي كونفلسنت، يستخدم لعلاج النيوروباثيك بين في حالات زي الديابيتس، بوست هيربيتيك نيورالجيا او ريستلس ليج سيندروم. كمان ممكن نستخدم البريجابالين مع ادويه تانية عشان نعالج سيرتن تايبس اوف سيزرز. البريجابالين بيشتغل عن طريق ان هو بيعمل سلون داون للامبلسز اللي جايه من البرين وبتسبب السيزرز. كمان بيشتغل عن طريق انه بيعمل انهيبيشن لسيرتن كالسيوم شانلز. البريجابالين اتصنع معمليا اول مره سنه 1990 عن طريق عالم اسمه ريتشارد بروس سيلفرمان في جامعه نورث ويسترن يونيفرسيتي في إلينويز. الدواء خد ابروفال من FDA في ديسمبر 2004، وابتدى ينزل السوق باسم ليريكا في 2005، وهو الاسم المشهور لغايه دلوقتي. دلوقتي هنتكلم عن الكيميكال فيزيكال بروبرتيز اوف بريجابالين. الفورمولا بتاعت البريجابالين هي C8H17NO2. بالنسبة للأيوباك نيم للبريجابالين فهو 3S3 أمينو ميثايل 5 ميثايل هيكسامينيك أسيد. البويلينج بوينت بتتراوح من 144 ل 147 درجة سليزيوس، أما بالميلتينج بوينت فهي من 176 ل 178 درجة سليزيوس. طبعا لازم نتكلم عن جزء مهم يتعلق بالدواء، هو الـ IR spectrum بتاعه زي ما احنا شفنا. نيجي لأهم جزء في الفيديو وهو الـ Lab Preparation of Pregabalin. الخطوة الأولى بتكون عبارة عن نوفنهيجل Condensation between Isovaldehyde و Malonic Acid Ester عشان يدينا Alkylidine Malonate. الخطوة الثانية بتكون عبارة عن مايكل أبديشن للنيتروميثان على الألكايليدين مالونيد اللي احنا خدناه في التفاعل اللي فات. الخطوة الثالثة بنعمل ريدكشن لمجموعة النيترو المركب الناتج من الخطوة اللي قبليها عشان نحولها لمجموعة أمين. الخطوة الأخيرة بنعمل هيدروليسيس وديكربوكسيليشن عشان نحصل على البريجابالين.